كيتضم المركز اليوم هذا الحفل العلمي من أجل تقديم كتاب مدونة الأسرة بين الأنية ومتطلبات الإصلاح. هذا الكتاب اللي فيه مجموعة من المداخلات والخلاصات اللي نتيجة عمل ديال واحد ندوة قدمها المركز يوم 54 نوفمبر 2022 مدينة أكادير، واللي كان شارك فيها مجموعة ديال أساتذة أجلاء وأكاديميين وممارسين، وكانت هاد مشاركة ديال المركز إلى جانب مؤسسات المعنية وجمعيات المجتمع المدني في النقاش العمومي تفاعلا مع مضامين الخطاب الملكي السامي للذكرى 23 عيد العرش المجيد اللي كان دعا فيه سيدنا الله ينصرو بتعديل مدونة الأسرة وتجويد النصوص ديالها اللي تتلائم مع واقع الأسرة المغربية اللي الواقع ديالها اللي تطور اقتصاديا واجتماعيا وكذلك تطور ديال الترسانة القانونية في بلادنا. ونتمنى ان شاء الله في هذه المدونه الجديده تكون كما بغاها سيدنا وكما بغاها الشعب المغربي. وشكرا. المدونه الان في مرحله الاصلاح، هذه تتناولها وتتعاورها جهات متعدده، لكننا نرى دائما ان المعول عليه هو الاحتكام الى العلم والى المعرفه والى ان تكون هذه الاشياء التي نتحدث عنها مسنودة بأدلتها حينما يتعلق الأمر بالشرع، لأن مدونة الأسرة يجب أن يعلم أنها مدونة شرعية، ليس لها في ألفاظها في مصطلحاتها في كل بمعنى نحن محكومون بها، ثم نحن محكومون أيضا بهذا الأمر الذي ذكره جلالة الملك غير ما مرة، لا نحل حراما ولا نحرم حلالا. في ما سوى ذلك هناك متسع للجهاد، ولكن دائما يجب أن نحتكم إلى العلم إلى المعرفة إلى الحقيقة وأن نكون أحرارا طلقاء فيما ننتهي إليه من نتائج. هذا كل ما نريده إن شاء الله. المشاركة ديالي في هذه الندوة جات بدعوة من السيدة زينة إدحلي اللي هي رئيسة ديال المركز الدراسات القانونية والقضائية المعاصرة ديال سوسمة صدرها، وكتجي يعني في إطار الورش الكبير ديال إصلاح المدونة اللي تلقوا صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله من خلال الرسالة ديالو ديال 26 أكتوبر، واللي بدورها جات بعد خطاب العرش ديال 2022 اللي قدم فيها صاحب الجلالة واحد المجموعة من المعطيات اللي كيتمن فيها مكتسبات ديال النساء المغربيات من خلال الإصلاح ديال 2004، واللي كذلك تيوضع الأصابع على مرة أخرى على المعاناة والمشاكل اللي كيعانيو منها النساء والأطفال في بلادنا على إثر يعني أحوال أحيانا سوء الاستعمال ديال بعض المقتضيات القانونية. إذن هذا الإصلاح حنا عندنا فيه أمل كبير، وعطانا الملك محمد السادس عطانا واحد الربعة ديال المداخل اللي هي أساسية، منها المدخل ديال تحيين القوانين مع الواقع ومع التطورات والتحولات اللي عرفها المجتمع المغربي، ثانيا ملائمة ديال القوانين المتعلقة بالأسرة مع الدستور المغربي، ثالثا الملائمة كذلك مع الاتفاقية الدولية اللي صادق عليها المغرب، ورابعا أخذ بعين الاعتبار البعد ديال التنمية، لأنه مستحيل بلادنا باش تزيد تقدم في التنمية بدون ما تكون مشاركة كاملة للنساء في هذه التنمية.